بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لربي منزل القرآن فيه الهدى والنور للإنسان، سبحانه بجلاله ما أعظمه وبهديه وبيانه ما أحكمه، يدعو برحمته العباد إلى الظفر بتدبر الآيات في كل الصور، فهو الطريق إلى النجاة من الزلل، وهو الشفاء من المصائب والعلل. ثم الصلاة مع السلام على الرسول من بالكتاب أنار ظلمة العقول. وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة القرآن في طاعة الرحمن سبحانه جل وعلا، نعيش مع تأملات قرآنية وبصائر تدبرية مستخلصة من آيات الذكر الحكيم، مستفادة مما كتبه السلف والخلف رضي الله عنهم أجمعين بقصد اتعاظ القلب وامتثال الجوارح. قال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا منهم، اللهم أمين أمين يا رب العالمين. نحن الآن أيها الأحبة نعيش مع سورة جديدة من سور القرآن الكريم، بعد أن من الله تبارك وتعالى علينا وختمنا سورة البقرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على العمل بما نعلم من كتاب الله تبارك وتعالى، وأن نكون من الذين قال الله عز وجل فيهم: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت وأن يبارك لمن وفقه الله تبارك وتعالى وختم هذه السورة الكريمة حفظا وتدبرا بالمحافظة على هذه الجلسة القصيرة الطيبة العظيمة عند الله تبارك وتعالى. ومن لم يعني تتاح له الفرصة مع سورة البقرة له أن يبدأ معنا مع سورة آل عمران بالحفظ والتدبر والفهم إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا دعاة إلى الله تبارك وتعالى مخلصين، نعمل بما نعلم من كتاب الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية، تخفيف من الحبيب صلى الله عليه وسلم. وها هو القرآن الكريم، هيا لنحفظ وهيا لنتدبر لنعمل وندعو إلى الله تبارك وتعالى بما نعلم من كل آية من آيات القرآن الكريم. ودائما نردد: كل مشكلة نحياها سببها آية في كتاب الله تبارك وتعالى أهملناه، سببها آية أهملناها في كتاب الله عز وجل على المستوى العام وعلى المستوى الشخصي. الصفحة الأولى من سورة آل عمران التي استمعنا إلى تلاوتها فيها إثبات التوحيد وبيان أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب هداية للناس، ثم الرد على ادعاء النصارى أن عيسى صلى الله عليه وسلم إله بأن الله سبحانه وتعالى صوره في الرحم، فكيف يكون إلها؟ ولذا ختمت الآية الكريمة بإثبات التوحيد. ومن الآية السابعة إلى ختام الصفحة أو نهاية الصفحة آية 9: القرآن منه آيات بينة واضحة لكل أحد، وهي الأكثر التي يرجع إليها، ومنه آيات تشكل على بعض الناس، والواجب في هذا أن يرد المتشابه إلى المحكم، ثم التذكير بيوم القيامة في الآية الأخيرة من الصفحة في قوله تعالى: إن الله لا يخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. سبق الكلام على الحروف المقطعة، والخلاصة أنها إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم أنه تكون من هذه الحروف، ومع هذا عجز العرب وهم الفصحاء والبلغاء أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وتحداهم الله عز وجل فلم يأتوا بشيء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما معنى القيوم؟ يعني القائم على كل شيء سبحانه وتعالى. طوبى لمن امتلأ قلبه إيمانا بوحدانية الله الحي القيوم، وما أبعد البون بين حياته المبصرة المطمئنة وحياة من يتخبط في التصورات التائهة في أوضية الضلال. هو القيوم سبحانه وتعالى، قائم بنفسه مستغن عن غيره، وكل شيء مفتقر إليه. فلذا فلذ به فيما تحاذر، وتوجه إليه فيما تؤمل. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل. كتاب الله تبارك وتعالى عادل في أحكامه، صادق في أخباره،
واضح في براهينه، مصدق لما في الكتب السابقة من حق، من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب لتكون هدى للناس، فيا ضيعة من كان الهدى بين يديه وهو حائر لا يبصر طريقه، قلق لا يعرف مآله. ومن استعصم بالقرآن ميز بين الحق والباطل، تمام التمييز، ومن ابتعد عنه كان تخليطه بمقدار ابتعاده. وكل من كفر بما أنزل الله عز وجل من الحق القويم مستحق لعذاب الله الأليم، سواء كفر به كله أو كفر ببعضه. فكيف يتجرأ عبد ضعيف على مخالفة أمر ربه ذي العزة والانتقام سبحانه جل وعلا؟ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. كم من مخبوء عند الناس مكشوف عند رب الناس، وكم من سريرة يخفيها صاحبها وهي عند الله عز وجل علانية. أين الذي يمكنه أن يخفي كيده أو يستر نيته عن الله سبحانه فيفلت من جزائه وينجو من عقابه؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لقد دلك الله سبحانه وتعالى على نفسه أوضح دلالة بما أشهدك في نفسك من بديع خلقك، وما أراك من عجائب كونه وآيات قدرته. أفيصور الله سبحانه وتعالى الإنسان أحسن تصوير ويرعاه في رحم أمه أرأف رعاية ويكلأه في مراحل حياته ثم يعبد غير سبحانه جل وعلا؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ما معنى محكمات؟ يعني واضحات الدلالة. متشابهات يعني خفيات لا يتعين المراد منها إلا بردها إلى المحكمات. في قوله تعالى وابتغاء تأويله يعني طلب تفسيره على مذاهبهم المنحرفة، وتأويله يعني تفسيره أو حقيقته. طبعا لاحظنا في التلاوة أنني تعمدت وقرأت بالوصل وما يعلم تأويله إلا الله، ثم وصلت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أجد من ممكن يقول لي دلوقتي مثلا إيه ده مكتوب عليه في المصحف وقف لازم، إزاي أنت وصلت أنت كده عملت شيء محرم؟ علماء الوقف والابتداء اختلفوا في هذا الموطن على التحديد. ليه؟ قالوا إذا كان الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله وتعصبت لهذا الوقف وقلت إن هذا وقف لازم يبقى لازم تقف هنا، فكيف أن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه ولم يبينه سبحانه جل وعلا؟ ولكن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعني يعلمون تأويله بأمر الله عز وجل بإذن الله تبارك وتعالى. حاشا الله عز وجل أن ينزل الله تبارك وتعالى كلامه ويكون مجرد طلاسم كده يعني غير مفهوم، ولكن الله تبارك وتعالى علم نبيه صلى الله عليه وسلم وعلم الله تبارك وتعالى الراسخين في العلم. ولذلك كان يقرأ عبد الله بن عباس وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ويقول وأنا من الراسخين في العلم، لأن الله تبارك وتعالى أودع له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فكه في الدين وعلمه إيه؟ وعلمه التأويل. من الأدب في التعامل مع النص الشرعي أن يرد الناظر في المتشابهات إلى المحكمات. جعل الله سبحانه وتعالى الآيات المحكمات كاشفة للمتشابهات ليظهر فضل العلماء في استنباطاتهم.
والزائغون يتركون حقائق الكتاب القاطعة في آياته المحكمة ويتذرعون إلى أهوائهم بالمتشابهات، والراسخ في العلم يرد بعض الكتاب إلى بعضه فيقضي بمحكمه على متشابهه فينكشف له ما يخفى على غيره، أما من لم يبلغه علمه فإنه يؤمن به على مراد ربه سبحانه وتعالى. الآيات التي قد يزيغ بها بعض المفتونين يزداد بها الراسخون في العلم إيمانا، لأنهم موقنون بأن كتاب ربهم حق لا ريب فيه. وكلما ازداد المرء عقلا ازداد بكلام الله عز وجل تذكرا، وكلما نقص تذكره دل ذلك على نقصان عقله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مهما بلغ العبد من الإيمان والعلم فإنه ينبغي أن يخشى على نفسه الزيغ بعد الهدى. فعلا والله يا جماعة، المؤمن كل إنسان يعني مهما بلغت من الاستقامة تخاف على نفسك من الزيغ بعد الهدى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من الزيغ بعد الهدى، ودعاء آخر: أعوذ بك من الحور بعد الكور، أو أعوذ بك من الضلال بعد الهدى، بعد ما ربنا هداك لطريق الحق أنك أنت تزيغ على هذا الطريق. كان سبحان الله واحد يعني مش عايز أذكر اسمه، كنت أحب أسمعه زمان، أتفاجئ بكلامه الآن يتكلم ويقول يعني أن الأغاني ليست بحرام، يقول أنا عن نفسي عندي عود في البيت وبعزف عليه أحيانا والكلام ده يعني سبحان الله يخرج على الفضائيات والناس تسمعه والناس تتأثر به، سبحان الله يعني في هذا التغيير الشائع. بل ومن منهم يعني من كان يعني نعد من العلماء وبالفعل دعانا للمسجد هنا وكان بنجلس معاه دوراته الكلام، سبحان الله كان إمام وخطيب في الأوقاف وله رواد كثير وكان يعني يتكلم كلمة الحق، سبحان الله خرج على المعاش وبعدين بعد خالص عن الطريق ده أو شبه بعد كده بنسبة 60%، والآن أتفاجأ به أنه هو بيكتب أشعار في الحب والغرام وبقى اسمه الشاعر الفلاني. نسأل الله عز وجل ياريت شعر كده يخدم الإسلام أو الكلام ده، لا ده شعر في الحب والغرام وكلام فاضي. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ففعلا المؤمن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الزيغ بعد الايه بعد الهدى، عشان تعرف قيمة هذه الدعوة والمداومة عليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبقى ليس أبلغ في دعائك لمولاك من إظهار افتقارك إلى غناه وحاجتك إلى عطاياه سبحانه وتعالى. والمؤمن أو القلب المؤمن يدرك قيمة الهداية بعد الضلال والاستقامة بعد الانحراف. فاللهم ثبتنا على طاعتك يا رب العالمين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. لا تجعل الدنيا أكبر همك فإنك عنها راحل، وعلق قلبك بالآخرة فإنها دار القرار. وبذلك تمت الآية الكريمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. ثم الصلاة على النبي المصطفى مع آله أهل التدبر والوفاء، مع صحبه والتابعين المقتفى والمهتدين بهديه ممن صفى، ثم الختام إلى رحيم ألتجي أن يغفر الزلات هذا منهجي. وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين وإياكم.